الناس محتاجة حد يوضح لها، محتاجة الناس تعرف يعني ايه بر والدين، محتاجة تعرف خطورة رفع السلاح، حطها في المحل بتاعك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشار لأخيه بحديدة، مش بسكينة ولا بمطوة ولا بسيف ولا بسطور، بحديدة، من أشار لأخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه ولو كان أخيه لأبيه وأمه، فإن الملائكة تلعنه حتى يدعها. عارفين يعني إيه الملائكة تلعنه؟ يعني يخرج من رحمة الله. ده مجرد إيه؟ إشارة. تخيل الإسلام بيمنع، وريه يعني إيه حرمة الدماء، وضح له، قل له اتق الله. يا اخوانا ناس كتير جدا ما في مشاكل مش هينفع تحلها، وانا عاذر الناس اللي كانت واقفه، لان واحد بسكينه بيقول لك معاه سلاح، انت مش عارف الوضع عامل ازاي، ولكن الموضوع محتاج مناعه، والموضوع محتاج قدوات، والموضوع محتاج ناس تتكلم.